محبين الهوندا رح يزعلوا على هاي السيارة. شوفوا بوكيت سيت وعندك رول كيج. السيارة هاي متروكة بأرضها حرفيا، يعني حتى الاي او اكس سيليك متروك، الشاحن متروك. مش معقول السيارة هاي. هلأ بنشوف المحرك تبعها انا وياكو. اوكي مفيش باب، خلينا نفتحها من جوا. يعني ايش نتوقع المحرك الموجود على الهوندا؟ على فكرة مبينة انه من عجالها معدل للدراج ريس، لكن ما عندي فكرة. هات نشوف. اوكي فتحنا السيارة، واضح انها واقفة هون من زمان كتير. فهات نشوف من ولا اشي. شوفوا المحرك ما اصغره، طلع فاضي فاضي السيارة حرفيا من جوا. اوكي صراحة ما بعرف، ما بدي افتي، ما عندي فكرة. مش حاسة محرك خطير صراحة، انا حاسة عادي، يعني مش فيتك على سبيل المثال. ما عندي فكرة. محبين الهوندا او محبين الياباني، انتوا احكوا لي عن هاي السيارة. شوفوا من ورا لسه حتى السماعة راكبة مكانها، يعني السيارة معدلة كان لدراج ريس او معدلة تعديل عادي يعني، بس انه شكلها هيك بيعطي الكامبر. والله حلو السيارة صراحة، يعني عم بتخيلها وهي ماشية قد ايه كانت مميزة بالشارع. طبعا هذا البوكيت سيت للي جربه هو عبارة عن عدم اريح الشغلات اللي ممكن تركب فيها بحياتك، اشي مقرف الركبة فيه. طيب هاي سيفيك، خلينا نفرجيك شغلات. هون عنا ميني كوبر هاي، بس في عنا الاس كلاس هاي. هيك تاخذكم لفة سريعة على الاس كلاس. شوفوا السيارة من جوا. صدقا يا جماعة، وبعيد وبكرر وبعيد وبكرر، مرسيدس غير عن كل السيارات، لما تفوت فيها بتشم ريحة مميزة جدا ما بتشمها مكان تاني. ما يعني هاي الريحة غير، بقدر اعرف انها مرسيدس من بين 10 سيارات. شوفوا عنا البانوراما. هلأ عامة السيارة هاي في الإمارات لا تعتبر كثير غالية، يعني هون ممكن تاخذ موديلات 2007 و8 منها، حتى لو كانت اس 500 بحدود الثمن، اتصور 8 ل 9000 دولار تقدر تاخذ واحدة زي هاي هون، او بالإماراتي 30000 تقريبا، 35000 درهم إماراتي. بس لا زالت سيارة فخمة حتى بعد كل هالسنين. يعني هاي صور اس 350، اس 350. شوفوا في اشي مش عارف شو صاير فيها، السيارة مجرحة بطريقة غريبة بالعرض هون، يعني هاي جروح مش عم بتروح هون، تقدر تحسها يعني نازلة في الدهان. ومرة حدا سألني على فكرة ليش مرسيدس بي ام دبليو عامة لما ينتركوا وقت بتلاقيهم عملوا هاي الحركة اللي هي هلا واطي. السيارات هاي فيها اشي اسمه اير سسبنشن، او اللي هو وسايد هواء بتكون موجوده لترفع السياره، وهو يعتبر نظام بيعطي رفاهيه اكثر للقياده، بيعطي راحه اكثر، وبيعطي للسياره تحكم بانها ترفع السياره وتنزلها حسب الجو اللي انت ماشي فيه، اذا كانت ارض في احجار والى غيره. فهدول عباره عن بلالين او احنا وسائد هواء، اذا تركت السياره فتره بنضل ينفس لحد ما يوصل للارض زي ما انتم شايفين. هو عامة فعليا المشكلة الكبرى اللي موجودة في هاي الفئة من السيارات. هذا موجود طبعا بفئات كثيرة مثل لاند روفر، رينج روفر، موجود في سيارات كثير كمان اكيد زي رولز رويز، اكيد زي بنتلي. فهو يعتبر نظام جميل مريح رح تستمتع فيه، ولكن رح اوجع راسك. خلينا نشوف شو في كمان عندنا هون. شوفوا نيسان مدامها هاي اتصور مارك 2، خلينا اتاكد مارك 1 او مارك 2. هاي مارك 2.
هاي السيارة يا جماعة سيارة يابانية أسطورية، يعني هاي بيعدلوها عندهم في اليابان وكأنها سيارة، يعني هي أقرب ما يكون للسكاي لاين. خلينا نحكي يعني إنه بالنسبة لهم هاي السيارة شغل تعديل دراج ريس دريفتنج، بوطوها بعجبوا عليها، في محركها كتير قوي بيجي على فكرة. أتصور وصححوا لي كمان، بيجي عليها محرك ال 2 جي زي أصلي، فهذا هو ال يعني نقدر نحكي سوبرا 4 أبواب من الآخر. شوفوا شكلها من جوا، شوفوا الساب، هاي الساب كان لها عز زمانها. حاطين مخدة بدل كرسي السائق. هوندا أكورد رينو، شوفوا هالسيارة، هاي رح تحبوها. هاي واضح انها كانت هيك جايبينها من الحلبة لهون مباشرة. هاي اتصور انها سكاي لاين، خلينا نتأكد. سكاي لاين فعلا، هاي هي سكاي لاين. هلا عادة هاي السيارة بالاغلب هي محولة ل سيرينج شمال، بس واضح انها كانت سيارة جاي من الحلبة مباشرة. يعني شوفوا العجل، ومفضية يعني سيارة استعراض بالاغلب رح تكون هاي السيارة، بس مش كثير احترافي حاسس، الا اذا انه لانه مش حاسس انه يعني السيت مش كتير، مش شغل حماية، مش بوكيت سيت، ما عندك الرول كيج، ما بعرف اذا كانوا مشغول. بس بجميع الاحوال تخيل ان السكاي لاين انتهى فيها الامر هون، هل يعقل انك تلاقي محرك؟ ما بتصور. خلينا نشوف. اوكي في محرك، عم بحاول اقرأ هون ايش مكتوب عليه، قد ايه ماشي، 75,000 كيلومتر، مش عارف، بس شوفوا الصدى، يعني واضح انها واقفة كتير السيارة من زمان. شوفوا السيارة، الله يجيرنا، يعني ما السيارة مطحونة طحن. شوفي كمان انفينيتي، هاي جي 35. هاي السيارة بالزمانات كانت واحدة من سيارات أحلامي، أشوفها أجمل سيارة في الشارع. ريحة العطر لسه جوا السيارة صدقاً، يعني سيارة نظيفة مش كتير، يعني أوكي بدها شغل ولكن من جوا يعني تعتبر جيدة. خلينا نشوف شو مشكلتها هي. يعني مش طلع حرفيا طالع عشب على ال على الزجاج. انفينيتي جي 35، ما عندي فكرة صراحة ايش مشكلتها. بيتل سيارة الشعب، هاي السيارة توقف انتاجها بجميع الاحوال، خلص بطل في بيتل بعد الان. نيسان، هاي السي اتصور صح، اسكيب، صراحة هاي أول مرة أنا بعرف. أوكي فكرتها هاتشباك. شوف تويوتا كريسيدا يا جماعة، الكريسيدا كانت أول سيارة سوقتها بحياتي. هاي هي السيارة، هاي شوفوا لي، شوفوا السيارة قدي واقفة قدي قديمة. شوف في عرباية أطفال، يعني متروكة هيك زي ما هي، برضو التانية هاي فيها بزر، تحس إنه نهاية العالم أجت على هاي السيارة فجأة هيك. فيها كرسي أطفال، فيها كتب، مش عارف صراحة إيش قصة السيارة، إيش صار فيها. شوفوا قد إيه قديمة، يعني شوفوا العجل دايب من وقفتها بالشمس هون، من الشمس بتكون بالحرارة بالصحراء، احنا تكون درجة حرارة هون 50 ولا أكتر.
عشان تسألها فتحة. بدنا نفتح يمكن فتحتها من جوا. طيب نسكر بابها. هاي الجي ال ها يعني كانت بايامها تعتبر ايش فخامة. نيسان جي ام سي. طيب هذا هو كان هيك بس اخذت معاكم الخط هذا كامل. حبيت اخذ لكم فيديو طويل لانه في كتير ناس كانت تطلب مني انه حطينا فيديو طويل بدنا نشوف مثلا اكثر كذا. فهيني شاركتكم، ما حاولت احكي كتير عن تفاصيل السيارات، حاولت بس كان مرور سريع. ف اي اسئله اي استفسارات اي شيء حابين تسالوه، بجميع الاحوال في سؤال دائما بتكرر وهذا بس حب انه يعني معني جاوبت عليه قبل مره ولكن مره تانية. يا جماعه في ناس تسالني قد ايه الاسعار، يا اصدقائي يا اصحابي، يعني احنا ما نحكي انه هذا مكان عباره عن مزاد، ما في سعر، ما في سعر للسياره. يعني انت ما بقدرش اقول لك هاي السياره سعرها، هاي ممكن تنباع ب 10، ممكن تنباع ب 20، ممكن تنباع ب 100، انت وحظك. هذا مزاد. هلا السيارات كلياتها هون تبدا معك من حوالي 300 دولار، 400 دولار، كلياتها تقريبا بتبدا بهذا الارقام. ولكن هاي ال 400 دولار مش سعر، هاي عباره عن مزاد. يعني انت ممكن يجي السيارة تكون تسوى 100 ألف هتنباع في 90 ألف مثلا. يعني السيارات هم ما عم بنباعوا ببلاش، مش راح تلاقي السيارة هيك تعال خدها، ما في اشي زي هيك. بالنهاية هذا مصاري موجودة للعالم، بالنهاية في ناس عم تسأل عنها، يعني ما في سيارة تيجي تحملها وتضلك رايح يعني. فهذه مزاد. انا حاطط لكم للي حابب يدخل يتفرج، اكتب هاي، حاطط لكم اسم الموقع موجود في الديسكريبشن فوق او في الشرح، يدخل ويتفرج على السيارات ويدخل ويزود. انا ما عم بعمل دعاية لحدا لانه انا بالنهايه ما عم بحكي حدا روح اشتري، انا بس عم بفرجيكم السيارات لاني بحب السيارات. فهي خلينا نشوف هاي السياره. هاي السياره صدقا واحدة من السيارات اللي ممكن امتلكهم، لانه عن جد السيارة هاي على شكل على التعديل شكل مرعب. واذا كانت AMG اصلية هاي تعتبر سيارة نادرة جدا. طبعا هاي مش AMG، اذا كانت AMG اصلية سيارة نادرة جدا جدا. شوف سيارة جميلة، احنا كنا نسميها قرش ونص بالزمانات. هاي سيارة بتاخدها بتعطيها، بيجي عليها بالغالب بتلاقيها E55 عليها 8 سلندر، تعطيها شوية جنوط وهيك تصميم نظيف بس كلين، تخليها وخلص. شكرا كتير. طيب رح انهي الفيديو لحد هون، رح احط لكم فيديو تاني عن سيارات تانية، ولكن نراكم. اكتبوا لي عن السيارات اللي شفناها، اذا في عندكم اي اراء حابين تشاركوني فيها. نراكم في الفيديو القادم.